روسيا. بقى روسيا، انت تتكلم على روسيا دلوقتي؟ ايه روسيا، ايه رأيك انت؟ انا والله ما اعرف. بص، انا روسيا شايفه هتلعب دور اساسي في الصعود الاتحاد الروسي سياسيا واقتصاديا، كويس. واتحداك يعني بوتين بوتين انا شايفه هو عنده مشاكل صحيه، السنه دي صار عنده انعكاسات صحيه مرتين. انا شايفه الله اعلم ان هيحصل له حاجه في مشاكله الصحيه. ايه يعني هيموت؟ الله اعلم. الله، ما هو كل الحكاية اللي احنا بنعملها الله اعلم. الله اعلم، بس بما انه عنده رقمه في العلم الارقام 4، يعني عنده حاجة سلبية. طب انا رقمي كام؟ انت 5 ما شاء الله. سقفوا لي يا جماعة، انا طلعت 5. مستقبل الرئيس بوتين عرفناه.